احنا في شركة فخرو للمطاعم صار لنا اكثر من 5 سنين نوظف الشباب البحرينيين ونركز على تدريبهم في مجال العمل. احنا في ماكدونالدز بحرين ندور على البحرينيين اللي يكونون مجتهدين في مجال العمل وعندهم تركيز على الزبائن وسرعة التعلم. أنصح المؤسسات بتوظيف الشباب البحرينيين بشكل أكبر، كون البحريني محل ثقة، وبالاستفادة من الدعم من تمكين لتدريبهم وتطويرهم في مجال العمل. العامل البحريني مجتهد وقادر على تطوير نفسه في وقت قصير، ومع توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء صار عندنا دافع أكبر لتوظيف وتطوير الشباب البحريني في ماكدونالدز بحرين.